الانتاج الحربي وسموحه بيراميدز والبنك الاهلي، الاسماعيلي وشيرين الدخان، كوكاكولا وامبي، وزاد النهارده هو اللي مريح. الاتحاد انسحب من البطوله. نقول لحضراتكم فاول توقف، جون 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 جون. مين ده؟ اخوان عادل؟ لا ده مين؟ ده حسام عادل حطها في الدقيقه، في الدقيقه التاسعه، اول الاهداف ورايح يحضن على طول. سامر عبد الرحمن حلو، ادي العرضيه اهي، وادي الراسيه في الدقيقه، غلطه حارس المرمى. خلاص الاهداف بتولد اخطاء، او الضغط بيولد اهداف. وادي هنا اهو تعامل معاه رياض زكريا بشكل، حط له حلوه حسام عادل في الدقيقه على العكس. علي عبد المجيد ونزل، ترجع الكره لعمر زكريا، عرضيه عاليه جوه 18. يلا عبدين، يلا عبدين، جون جون عملها عبدين. قال لك انا عندي كوره، مساك صحيح بس بنكهه المهاجم عبدين. عبدين على طول ببطن رجله، والقايم تعاطف معاه، والكوره بتحبك يا عبدين الثاني للنادي الاهلي. شوفوا حضراتكم اهي، ساقطت لقاها تحت رجله، ما تفلسفش الولد ركن، والقايم خدمه، جون 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 الثاني للنادي الاهلي. مصطفى هيلعب لمعوض، ما حطش، حطها له في الاخر. عمر معوض، عمر زكريا متاخر، ادي معوض فتح له عمر زكريا، عمر حط لابراهيم عادل، اسند وشوط، اسند يا ولد لمعوض، يا معوض وحسام عادل، وجون عملها عادل. 3-3-3، الله عليك يا ابني. 64 دقيقة، الدقيقة 19، الهدف مين؟ حسام عادل، كلاكيت تاني مرة، التالت الأهلاوي. محدش أحسن من حد. لقاء الدور الأول كان في نادي الزمالك، والزمالك كان فايز على الأهلي 3-1، دلوقتي ثلاثية نظيفة. وأقول اللقاء لسه في جوان كمان، لسه ليه؟ هدف التاني اللي جابه عابدين مع انطلاقة الشوط التاني همت فرقة الزمالك تماما، مفيش هزار. ادي عمر كامل، وادي جول. حسدناك ولا ايه يا عمر؟ حسدناك بس ما شفناش الكورة. 3-1 نفس نتيجة الدور الأول. مين اللي جاب الجول؟ الإعادة تبين. تبديلات محمد عمر النور، لازم الاهلي بقى يبدا يركز، لازم الاهلي اهي، ادي الاعاده اهي، ادي خبطت هنا، خبطت وغيرت اتجاهها في يوسف اسلام، الراسيه من محمود السيد جت في يوسف اسلام وغيرت اتجاهها، يبقى محمود السيد